أهلا بكم إلى المساء اليمني. بالرغم من تحديد اتفاق الرياض خطة زمنية بسقف 3 أشهر، إلا أن اتفاق لم ينفذ رغم مرور سنة كاملة. في 5 نوفمبر 2019 وقعت الحكومة والمجلس الانتقالي اتفاقا بأهداف واضحة، لكنها لم تتحقق على أرض الواقع، فيما يبدو أن ما تحقق هو الأهداف غير المعلنة للانتقال والقوى الراعية للاتفاق. بحسب كثيرين، فإعلان التشكيل الحكومي القادم سيكون به الانتقالي قد شرعن انقلابه على الشرعية وحقق أعظم إنجاز له، فيما ستبقى الحكومة دون أي إنجاز سياسي أو عسكري، فقواتها في أبين ممنوعة من التقدم من قبل السعودية قبل أي جهة أخرى. إذن يبدو أن السعودية تضغط لتنفيذ انتقائي للاتفاق، وهو توجه يرى مراقبون أنه يصب تجاه مصلحة الانتقالي على حساب الشرعية، وبالتالي ناحية تعزيز الميليشيات على حساب الدولة. يحدث ذلك فيما ممثلو هذه الدولة صامتون في الرياض، وهم يرون البلاد تنساب من تحت أيديهم باتجاه مشاريع الفوضى والتقسيم. عام على اتفاق الرياض وعام على فشله أيضاً. كان يفترض أن تكون هذه مناسبة للاحتفاء بعد أن يكون الموقعون على الاتفاق قد أنجزوا ما وعدوا به، لكن لا شيء من ذلك تحقق حتى الآن. الاتفاق الذي ولد ميتاً كما يقول كثيرون لم يعلم موته حتى اللحظة، وعلى الرغم من أنه لم ينفذ فإنه لا يزال يستغل باحترافية عالية لإنجاز أهداف لم يوقع عليها أحد. تضمن الاتفاق جدولاً زمنياً أقصاه 3 أشهر لتنفيذ الشق العسكري والسياسي، لكن اليوم وبعد مرور عام تقول الوقائع إنه لم ينفذ من ذلك سوى جزء بسيط من الشق السياسي المتمثل بتعيين محافظ ومدير أمن لمدينة عدن، وما عدا ذلك فقد تمكن الانتقالي من شراء الوقت وتعزيز دعائم انقلابه على الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن. لا يمكن فصل الرياض عن فشل الاتفاق هذا، فرغم تعهدها بالإشراف على تنفيذه لم يحدث من ذلك شيء، بل تحتضن الرياض رئيس المجلس الانتقالي منذ أشهر وتقدم له الخدمات اللوجستية لمقابلة السفراء والدبلوماسيين الدوليين. سلوك الرياض من تعثر الاتفاق فسره مراقبون بتحول الموقف السعودي باتجاه دعم الانفصال والمجلس الانقلابي المنقلب على الشرعية ودعم الأجندة الإماراتية الرامية لتقسيم اليمن. خلال عام برز المجلس الانتقالي كأكبر المستفيدين من اتفاق 5 نوفمبر، تمكن خلاله من توسيع رقعة تمرده في سقطرى وأبين والمراوغة في تسليم المواقع العسكرية وإخلاء عدن من السلاح، يسنده في ذلك الدعم الإماراتي والأجندة السعودية المخاتلة. قبل أيام كشف مصدر حكومي لبلقيس عن ضغوط تمارسها الرياض على الرئيس هادي الذي يتمسك بتنفيذ الشق العسكري قبل إعلان الحكومة من أجل التنازل عن هذا الشرط وإعلان الحكومة أولاً. فهل سيتنازل الرئيس هادي كما فعل مراراً من قبل، أم سيتخذ موقفاً مخالفاً هذه المرة؟ جدد ترحيبكم مشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم لي فيها عبر السكايب من لندن الكاتب والباحث البراء شيبان. أرحب بك سيد شيبان. إذن في مثل هذا اليوم من العام الماضي 5 نوفمبر 2019 تم توقيع اتفاق الرياض بين الرئاسة أو الشرعية بشكل عام والمجلس الانتقالي الجنوبي، اتفاق رعته المملكة العربية السعودية. ما الذي تحقق خلال عام كامل؟ تحية لك وتحية المشاهدين الكرام. أعتقد أنه من المؤسف أنه تحل علينا الذكرى الأولى ولازلنا نناقش حتى هذه اللحظة حكاية تشكيل الحكومة، لازلنا نناقش مسألة أن الحكومة عادت أم لم تعد، والمحطات المختلفة التي مر فيها اتفاق الرياض. أنا بخلاف ما ذكرتم في التقرير، أنا لا أرى أنه أي طرف حقق أي شيء. هناك وهم عند بعض، وأقول البعض وليس الكل، ولكن عند بعض أنصار المجلس الانتقالي أنهم بإمكانهم من خلال يعني المماطلة وتعطيل الاتفاق، أو إذا استمرت حتى الأمور على شكلها الحالي،
أن تسير الرياح بالطريقة التي يتمنوا أو يعتقدوا أنها ستكون في نهاية المطاف لصالحهم. لا يوجد أحد مستفيد، يعني حتى الاتفاق الذي هو أو ما أنجز، وهو حكاية تسمية المحافظ ومدير الأمن، عاد المحافظ إلى مدينة عدن ولم يتم عودة مدير الأمن حتى هذه اللحظة. وإذا رأينا يعني الأداء، ليس هناك أي إنجاز تحقق، هناك نقمة عالية من المواطنين في الأرض على الانتقالي، هناك إحباط عام في كل البلاد على أداء الشرعية. ومرة أخرى، من المتضرر؟ متضرر الشرعية، متضرر من يعتقد أنهم انتصروا من الانتقالي، لأنه إذا انهار الوضع سوف ينهار على الجميع. متضررة المملكة العربية السعودية، لأنه الآن بعد عام الطرف الوحيد الذي هو يسمي نفسه أنه موجود في الأرض، الحوثيين، وليس فقط الآن الحوثيين، الحوثيين والإيرانيين موجودين في الميدان في مقابل غياب للشرعية، بينما أنت تسيطر يعني جغرافيا على مساحة واسعة من الأرض، ولكن لا تستطيع أن تقدم نفسك كممثل للشعب اليمني، لا في الداخل ولا في الخارج. وهو مشهد يعني معاكس تماما على ما كانت عليه وضع الشرعية والتحالف، حتى لو قارناها في النصف الأول من العام من عام 2019. يعني في هذا السياق، عندما يكون اتفاق أطرافه وراعيه هم الخاسرون من عدم تنفيذه كما تطرح، إذن من الذي يعرقله؟ ما الذي يعرقله؟ يعني هناك، يعني شوف، هي الإشكالية أنه إحنا الآن نمر في مرحلة من اتهامات واتهامات واتهامات متبادلة. بالنسبة لي، المسؤولين على عرقلته هم الثلاثة الأطراف الأساسية المعنيين بالاتفاق، أو حتى الأربعة الأطراف. من الرابع؟ قيادة الشرعية، بأسميها لكم الآن بالاسم، يعني الشرعية والانتقالي بشكل أساسي، الطرفين الذي لا يزالوا يعني يتبادلوا الاتهامات. فقيادة الشرعية لا تستطيع أن تحسم ملفاتها في كثير من القضايا، والأداء الذي يحير الجميع. الانتقالي بتعطيلها المستمر، ثم إعلان إدارة ذاتية، ثم كل الخطوات التي تصاحبها، وحتى إلى الآن مدير الأمن السابق جلال شايع يرفض تسليم الأمر لمدير الأمن الجديد، وكل هذه الإشكاليات. والطرفين اللي هم الراعين الإقليمين، أولا المملكة العربية السعودية، ومن بعدهم طبعا أكيد الإمارات العربية المتحدة. هؤلاء هم المسؤولين، المسؤولية المباشرة عن تعطيل هذا الاتفاق. وعلى فكرة، حتى على المستوى الدولي يروا أن هؤلاء الأربع الأطراف هم المسؤولين بشكل مباشر عن تعطيل هذا الاتفاق. طيب، ما هي مصلحة كل طرف سيد شيبان، خاصة فيما يتعلق يعني بالأطراف كل واحد المحلية؟ يعني باعتبار أن الحلقة اليوم بشكل أكبر تتحدث عن جانب محلي، ليس لنا ضيوف من الخارج، ما مصلحة هذين الطرفين وهم يران يعني ما يقوم به يعني كيان آخر، الحوثيين أتحدث، على الأرض في أن يستمر في الوضع الحالي؟ يعني هو هناك في محاولة تذاكي على الوضع السيء الذي موجود في الميدان. هناك محاولة تذاكي أنه إذا تعطل الاتفاق ربما تمضي الأمور إلى انهيار كامل لاتفاق الرياض، ويصبح الانتقالي بشكل من الأشكال مسيطر على عدن، ثم يحاول مرة أخرى الانقضاض على المحافظات الجنوبية الأخرى. هناك وهم كبير، هناك اعتقاد عند البعض أنه الوضع الميليشياوي سوف يدوم، أو أن هذا الوضع الميليشياوي يخدم طرفا دون آخر، رغم أن كل المؤشرات وكل الفترة السابقة تؤكد لنا أنه في غياب الدولة ينهار الجميع، في غياب الدولة يتضرر الجميع، لن يستفيد أحد من استمرار الغياب الممنهج للدولة اليمنية. وأعتقد أن خطورة
الاستمرار بهذا المنحنى يضعنا في تعقيد مشابه للتعقيد الذي واجهناه في العام 2015، إلا أن هذه المرة ارتداداتها ستكون أصعب بكثير، لأن قدرة الأطراف المحلية بعد ذلك على المناورة ستكون أصعب، لأنه على الأقل في 2015 كان هناك ضامن دولي، كانت هناك قرارات دولية جاءت في صالح الشرعية. هذه المرة لن تكون المسألة، يعني الاعتماد أنه في آخر لحظة يتدخل المجتمع الدولي لإنقاذنا، هذه المرة لن يكون الأمر كذلك. فيما يتعلق بأيضا يعني الحديث عن لماذا يعرقل الطرفان ذلك، يبدو يعني من خلال كلامك سيد البراء أن هناك خسارة يمنية ستحدث بكل تأخير في هذا الاتفاق، لكن هل الأسباب التي يطرحها كل طرف، هل أداء كل طرف منذ أن حدث الاتفاق ومن ثم يعني جاءت آلية التسريع ومن ثم جاء تعيين محافظ عدن ومدير الأمن وإن لم يستلم مدير الأمن مهامه وحتى الآن، يوحي بأن هناك من هو أفضل من الآخر في الأداء على صعيد الأداء؟ أنا يعني لا، الإشكالية المشهد لا يقرأ بهذا الشكل. في الأخير هناك وقائع، والوقائع تتحدث أعلى من كل هذه الافتراضيات، إنه نحن أداءنا أفضل، هؤلاء سلموا أو هؤلاء يريدون، المشهد عقد من ذلك. هناك حقيقة في الأرض ملموسة يشعرها المواطن، هناك غياب للدولة، هناك إحباط عام لدى الشارع اليمني في كل محافظات الجمهورية، ولكن تحديدا هناك احتقان كبير في المحافظات الجنوبية، والكل يشعر بغياب الدولة، الكل يشعر بغياب الدولة. حتى لو قارناها، يعني أنا لو قارنتها بالنصف الأول من العام 2019 عندما كانت الحكومة تعمل في الأرض، يعني رغم التحديات والصعوبات وأنها لم تكن تسيطر على الوضع بشكل كامل، ولكن عندما كانت تعمل على الأرض هناك يعني لا يوجد مقارنة بالحالة التي وصل إليها الوضع إلى الآن. يعني أنا أذكرك على سبيل المثال أنه بمجرد تسمية رئيس الوزراء في نهاية العام 2018 ودخوله إلى عدن وعملهم من داخل الأراضي اليمنية، تحسنت سعر العملة، انضبطت المرتبات في المناطق التي تسيطر عليها الشرعية، اندفعت مرتبات المتقاعدين، وكان هناك يعني انضبطت كذلك المدخولات والودائع التي تدخل للبنك المركزي، البنك المركزي اليمني. هذا المشهد هي منظومة مترابطة، لا يمكن ان تفصل واحدة من الاخرى. اذا قارناها بعد ذلك من لحظة التمرد الانتقالي الى هذه اللحظة، انهيار في سعر العملة، انهيار وعدم قدرة في دفع المرتبات، احتقان شديد في الشارع اليمني، والآن يضاف إليه أخيرا عودة تمثيل دبلوماسي للحوثيين وهو تمثيل عسكري أكثر للإيرانيين. يعني الإيراني يتواجد في الميدان بينما اليمني الذي يدافع عن قضيته ويدافع عن دولته يغيب من الأرض. تفضل بالبقاء معي سيد البراء شيبان، أرحب بمن ينضم لنا عبر الهاتف سيد منصور صالح نائب رئيس الدائرة الإعلامية للمجلس الانتقالي من القاهرة. سيد صالح، يعني إذا كان، ما الذي يعنيكم من اتفاق الرياض إذا لم يكن كحزمة متكاملة، إذا لم يكن تنفيذ الاتفاق حزمة متكاملة هدفكم؟ مساء الخير عليك وعلى ضيفك الكرام، ونستغرب من محاولات الإصرار وتعمد إظهار المجلس وكأنه يعمل على التعطيل أو الانتقائية في هذا الاتفاق. المجلس كان المبادر والمستجيب الأول للحوار، وهو من قدم وتعاطى بروح إيجابية ووقع على الاتفاق وبدأ بالتنفيذ، وفيما كانت الحكومة اللاشرعية هي من تسعى للتعطيل، وبعد التوقيع بساعات دفعت بقواتها وحشودها باتجاه احتلال الجنوب. كنا نقول لهم بأن هدفنا
تهدئة الأوضاع في الجنوب وتوحيد الجبهة باتجاه مقاتلة الحوثيين مع أن تم توقيع الاتفاق حتى سلمت الجولف بأكملها وانسحبت معسكرات، بل أنه سلمت مخازن مليئة بالسلاح الذي قدمه التحالف للحوثي، وتم الدفع بكل القوات من مأرب ومن الجوف ومن البيضاء باتجاه احتلال الجنوب، واعتقادا أو حسب ما كانت تخطط له هو أنه احتلال الجنوب سينهي اتفاق الرياض. اتفاق الرياض هو مشروع الأشقاء في التحالف وتحديد المملكة العربية السعودية، والمجلس الانتقالي الجنوبي هو من تعاطى معه بإيجابية، وهم لا زال حتى هذه اللحظات يضغط على نفسه وكأنه قابض على الجمر في سبيل الوصول لتنفيذ هذا الاتفاق سعيا لتحقيق الأمن والاستقرار في الجنوب ولإنجاح جهود التحالف باتجاه مواجهة انقلاب ميليشيا الحوثي. لا نقول إنهاء الانقلاب لأنه للأسف الحكومة الشرعية مكنت الحوثي ودعمته بالسلاح ومعهم خيانات في ما يسمى بالجيش الوطني، هي العامل المساعد لتمكين الحوثيين من السيطرة على المعسكرات وسيطرة على الجبهات المحافظات المنطقة العربية بأطراف معسكرية مجردة تابعة لميليشيا الحوثي. للأسف الحكومة رغم أنها حققت ربما إنجازا لم تكن تحلم به في اتفاق الرياض، إلا أنها ما زالت حتى هذه اللحظة تعتقد أنه بإمكانها أن تتلافى أو أن تتحايل على هذا الاتفاق وتحقق إنجازات أكبر دون أن تنفذ مصفوفة الاتفاق كما جاء. ونحن ما زلنا نمد أيدينا للسلام وندفع باتجاه تنفيذ هذا الاتفاق، لأننا نؤمن بأن شعبنا في الجنوب قد عانى كثيرا، وأن هذه الحكومة الحالية لم تعد مؤتمنة على سير العمليات العسكرية وعلى تقديم أي خدمات للشعبين أكان في الجنوب أو في اليمن. ومع ذلك نحاول أن نمد أيدينا وأن نضغط على جراحنا وأن نتحامل على أنفسنا وأن نمضي في سبيل تنفيذ هذا الاتفاق الذي نعده اتفاقاً مرحليا يتعلق فقط بالمرحلة الحالية الخاصة بمواجهة ميليشيا الحوثي حتى الوصول إلى تسوية شاملة ينال فيها شعبنا مطالبه وما يصبو إليه. دعني أنقل هذا الكلام إلى السيد برا شيبان. سمعت ما قاله ضيفي الآخر سيد منصور صالح نائب رئيس الدائرة الإعلامية للمجلس الانتقالي، هم يعني يضبطون النفس ويتحاملون على أنفسهم تنفيذا لاتفاق الرياض على الأقل، يعني هذه ربما خلاصة ما قاله السيد منصور صالح. هو هذا هو نوع من أنواع التذاكي الذي أنا ذكرته لك في بداية الحلقة. المجلس الانتقالي الجنوبي هو من أعلم بنفسه أنه يريد تنفيذ الشق السياسي ولا يريد إعلان يعني تنفيذ الشق الأمني من الاتفاق. أنا هنا لدي ثلاث إعلانات رسمية من التحالف يحمل فيها المجلس الانتقالي بشكل رسمي تعطيل اتفاق الرياض. واحدة هجوم على القوات خفر السواحل في مدينة المكلا، تنديده بإعلان الإدارة الذاتية، حث المجلس الانتقالي على التجاوب مع قوات التحالف والقوات التي أرسل بها إلى داخل عدن وعدم تعاطيهم مع الشق الأمني من الاتفاق. النقطة الثانية، حتى مدير الأمن السابق هو لا يزال حتى هذه اللحظة يرفض التعاطي مع ما تم الاتفاق عليه. يعني في البداية خلقوا المشكلة ثم تم الاتفاق على حل هذه المشكلة، بعد ذلك عقدوا المشهد بإعلان الإدارة الذاتية، أعلنوا آلية تسريع اتفاق الرياض، الآن يعني تذاكي على آلية تسريع اتفاق الرياض. الإشكالية أن هناك اعتقاد عند الانتقالي وعند الجميع أنه أنا أوقع الاتفاق وأنا أضمر داخلي أن أنا سأنقلب عليه، لكن في اللحظة المناسبة. ثم كل مرحلة يكون هناك إعلان مناقض للإعلان السابق.
هناك المجلس الانتقالي نفسه هو الذي قال أننا لا نريد من الحكومة إلا صرف المرتبات، ولا بعد ولا غير ذلك فلتذهب، يعني فلتذهب هذه الحكومة. عدم التصرف بمسؤولية وبفكرة الدولة، وأن هذه الدولة هي مظلة للجميع. الانتقالي يجب، يعني احنا نقول لهم الانتقالي يجب أن يكونوا جزء من المنظومة، يجب أن يكونوا جزء من المنظومة حتى تتلاحم الجهود لمواجهة جماعة الحوثي. التصرف بهذا الشكل أنه أنا لدي فقط ميليشيات وسوف أحتفظ بهذه الميليشيات، الحالة الميليشياوية تدمر الواقع السياسي والأمني والاقتصادي للدولة. لا يمكن لأي دولة أنها تعمل في الظروف التي تعمل فيها، التي يعمل فيها المجلس الانتقالي داخل عدن. ونحن نرى يعني هناك انهيار على كل المستويات، المستويات الخدمية، مستوى المرتبات، مستوى المستوى الأمني، كل الوضع منهار. ولا زلنا حتى هذه اللحظة لا ندري هل يعني هم الآن مستعدين، هل هناك لحظة اقتنعوا فيها انه ربما الافضل الآن ان احنا نتجه بجدية الى 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 تنفيذ الاتفاق وعدم المماطلة. أسئلة كثيرة تحير، ولكن يبدو ان الكل يعني يريد ان يستنفذ خيارته حتى الأخير. وللأسف اقول والتحالف يعني اللي هو الراعي والضامن الرسمي لهذا الاتفاق. طيب سنعود الى مساله التحالف سيد البراشيبان، سنعود الى مساله التحالف ويعني اداره التحالف لهذا الاتفاق. قبل ذلك وارجو ان يعني تحتفظ بهذه الافكار او انقل لك هذه الافكار سيد منصور صالح، قبل ان اعود اليك سيد صالح للرد عليها. ارحب بمن تنضم لي عبر الهاتف من القاهره الصحفيه سيده ضياء سروري في هذه الحلقة، ورحب بك سيدة سروري. إذن عام على اتفاق الرياض، هل إلى أي مدى أنت متفائلة فيما يتعلق بأن يتحقق هذا الاتفاق من عدمه، بأن يكون منتهى للخلافات والانقسامات داخل يعني المحافظات المحررة بين قوسين؟ أهلا بكم أولا. أنا أتمنى طبعا أن الاتفاق هذا يكون له نتائج إيجابية تعود على الشارع أو على الشعب في الجنوب خاصة بالإيجابية، لكن للأسف كل اللي أشوفه أنه هناك عدم ثقة بين الطرفين، لا تعطي أي أمل قادم في خلال الفترة القريبة. ما هي أسباب ذلك؟ يعني إذا ما تحدثنا على أن هناك في نهاية المطاف خلافات تحدث، وهناك راعي للاتفاق هو التحالف العربي، وهناك نقاط يعني تستدعي هذا الجدل على الأرض على الأقل، يعني في وجهة نظر الكثيرين، لماذا لا ترين متنفسا أو مخرجا خلال الأيام القادمة؟ لأني زي ما قلت لك هناك أزمة ثقة بين الطرفين. للأسف اتفاقية الرياض كما يقولون عنها هي في الأصل هي معركة، كل طرف فيهم يرغب بطرح جميع شروطه على الأرض، ما عندهمش أي إمكانية للتنازل علشان يعود هذا في صالح الشعب. كل طرف متمسك بآرائه بقراراته بشروطه وما أعطى أي فرصة للتفاوض بشكل جدي. ومن هو المستفيد الأكبر؟ من هو المستفيد الأكبر؟ أو من هو المستفيد؟ لنقل الآن الحديث عن أن هناك يعني أزمة الثقة ربما تكون واضحة باعتبار أن هناك طرف ثالث الذي هو التحالف أو السعودية دخل وسيطا بين هاتين الجهتين. الذي كنت أقول الآن أنه معركة الرياض فيها ثلاث أطراف، انتقالي، شرعية، تحالف. الانتقالي يريد تثبيت نفسه على الأرض بصفة شرعية، ينهي صفة الانقلاب، يريد أن يعمل عمل سياسي رسمي. الشرعية تريد الرجوع لعدن، تسليم الأسلحة، إنهاء حالة الموت السرير اللي موجود. التحالف إضعاف الطرفين شرعية وانتقالي حتى نستمر على هذا الوضع إلى أمد لا نعلم. ومن هو المستفيد من هذه الأطراف الثلاثة في أن تستمر الأوضاع بهذا الشكل؟
الطرف الثالث. سيدة سروري. الطرف الثالث معك. التحالف تقصدين؟ نعم. طيب، في سياق الحديث عن يعني مسؤولية، يعني إذا ما تحدثنا عن الأطراف المحلية وهي يعني ربما معرض حديثنا اليوم بشكل أساسي، كيف تجدين أداء كل طرف؟ أنا ما أشوفش أي حاجة على الأرض، فشل في جميع النواحي، ما عنديش أي إيجابية مقدمة من الأطراف علشان أقدر أشوفها أنا أو أي مواطن داخل عدن. شكرا لك يا سيدي. شوفي عزيزي، نعم. احنا كان في تفضلي. ايوه، احنا كان عندنا ازمه قبل اتفاقيه الرياض. زي ما قلت لك، الشرعيه حابه يكون لها تواجد داخل عدن بحكم ان معدومه التواجد داخل عدن، والانتقالي كان عنده مشكله اعلانه للاداره الذاتيه الذي فشل في اتمامه. اي بمعنى اصح انه قدم عرض الاداره الذاتيه دي بدون دراسه. فكان الطرفين محتاجين للجلوس لتهدئة الأمور داخل عدن بالذات، وللأسف ما فيش أي إيجابيات. زي ما قلت لك، هي كانت بس مدة للتفاوض الذي لم ينتج شيء. شكرا لك على تواجدك معنا السيدة ضياء سروري الصحفية، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. بالعودة إليك سيد صالح، إذن سمعت ما يعني هذه المداخلات وكذا أفكار سيد البراء شيبان فيما يتعلق بمسؤولية الانتقالي. إذن هناك كما يصفها سيد براء شيبان حالة من التذاكي، يعني فيما يتعلق بالانتقالي أيضا يمارسها الانتقالي. كان هناك إعلان للإدارة الذاتية بعد تنفيذ اتفاق رياض وصف بأنه أحادي من قبل التحالف، وكان هناك أيضا نقاط أخرى أشار لها السيد البراء شيبان خلال حديثه. نعم، هو للأسف حالة التذاكي هذه ملموسة من قبل الشرعية ومن قبل محلليها السياسيين ومنهم الأخ براء شيباني. لو كان المجلس الانتقالي لم يتذاكى فقط، بل أنه عمل بالواقع كما هو، لما كان للشرعية أن تحقق ولو عشر ما تحقق لها في هذا الاتفاق. نحن في الجنوب الآن يتمحور تنفيذ اتفاق الرياض في إطار الجغرافية الجنوبية التي حررها الجنوبيون. الجنوبيون حرروا 335 ألف كيلو، هي مساحة أرض الجنوب. وفي اتفاق الرياض جاءوا ليتقاسموا الحكومة مع هذه الحكومة التي لا تحتكم على يزيد على 3 كيلو في 3 كيلو، هي مديرية مأرب العاصمة وشارع أو شارع ونصف في مدينة تعز. ويقبل الانتقالي بتقاسم حكومة لا تدير سوى مديرية، وأن يمنحها 12 وزير باسم محافظات الشمال، وأن أيضا يمنح الأحزاب الموالية للحكومة في الجنوب عدد من المقاعد، فهذا نعتقد بأنه حالة من التسامح الكبير التي أبداها المجلس الانتقالي الجنوبي تجاه الحكومة، وإبداء حسن النوايا للتعاطي وتجاوز مع الوضع الراهن وتجاوز المشكلة القائمة. إن كنا فعلا نتذاكى ما قبلنا أن نتوحد أو أن نتشارك مع حكومة هي في الأصل لا تدير شيء. حكومة كل ما تملكه هو نحو 34 غرفة. وهل أفهم منك سيد صالح أنه ما مورست عليكم أي ضغوط لإحداث ما، يعني إذا ما كانت هذه مصالح للحكومة تحققت فلم تمارس عليكم أي ضغوط في هذا السياق؟ هو بالتأكيد، هو بالتأكيد كل ما توصل إليه الطرفان كان نتيجة ضغوط ونتيجة أيضا تدخل في التحالف الذين طلبوا تجاوز بعض المعضلات وتقديم تنازلات، وهي تنازلات بالنسبة لشعبنا مؤلمة. ونحن في المجلس الانتقالي الجنوبي رحبنا في بالاتفاق ومصرين على تنفيذه، رغم أنه أشتغل
غير راض بشكل كامل على المجلس، ويعتبر بأنه قد خذل القضية الجنوبية وخذل الشارع وخذل دماء الشهداء. لكن نحن نقول بأننا هي مرحلة مؤقتة، هدفنا فيها القضية على شقة في التحالف في مواجهة انقلاب الحوثي. المشكلة البلاء هو في هذه الحكومة التي لا تدري بحقيقة أنه هي قد نالت أكثر مما تستحق، وأنه إن هي أصرت على التعطيل وعدم تنفيذ اتفاق الرياض فلن تنال شيئا، هي لن تنال أكثر مما هو وضعها الحالي، بل على العكس بمقدور الجنوبيين إذا فشل اتفاق الرياض لا قدر الله ولا نتمنى أن يفشل، فأنه سيكون وضع الحكومة أكثر صعوبة، فلدى الجنوبيين من القدرات والإمكانات أن يمضوا في تحرير ما تبقى من أراضيهم وإنهاء عملية الاحتلال الموجودة في المحافظات. نحن حتى هذه اللحظة ما زلنا نضبط النفس في مختلف الجبهات باستثناء الاحتفاظ بحق الدفاع من الاعتداءات التي تحاول النيل من قواتنا، لكننا مسلمين بالهدنة وبالحرص على تنفيذ اتفاق الرياض الذي تسعى الكثير من عناصر الحكومة لتعطيله وممارسة الاستفزازات بحق شعبنا. وضحت النقطة. طيب دعني أعود إلى السيد براء شيبان فيما يتعلق بما طرحته سيد منصور صالح، وكذا يعني هناك كثيرون يتحدثون سيد شيبان على أن الاتفاق في ذاته كان يعني مجرد مصيدة ماكرة للشرعية وجرعة أكسجين للانتقال ليثبت أو ليثبت سيطرته ويتمدد في المحافظات الجنوبية ويأخذ السلطة. هل تتفق مع مثل هكذا طرح؟ لا أنا بالنسبة لي يعني اتفاق الرياض هو شق مهم، يعني أنت لا يمكن أن يكون لديك مكون مثل المجلس الانتقالي ويكون يعني يكون في حالة ميليشياوية ولدينا شرعية، يعني الوضع السابق ليس وضعا طبيعيا ممكن أن يستمر. يجب أن يكون هناك اتفاق تشكل حكومة مشتركة وتتوحد الجهود باتجاه الهدف الأساسي وهو القضاء على الانقلاب. يعني لا يوجد أحد يقول لك أنه وضع أنه الانتقالي وضعهم طبيعي خارج الشرعية، يجب أن يكونوا ضمن الشرعية، وهذه هي النقطة الأساسية التي أنا أحاول أن أوصلها إلى ضيفك. ولا يزال يتحدث بمنطق هذه الحكومة كلها ستذهب سوف تنتهي وستشكل حكومة جديدة ويجب أن تكونوا أنتم ضمنها حتى يتسنى لي ولا الأخ منصور أن ندافع عنها بشكل مشترك. هذا المنطق الذي يجب أن يسود. أما فكرة أنه أنا ستبقى لي ميليشياتي وسأكون مجلس انتقالي ثم أشارك وفي اللحظة المناسبة سوف أعطلها، هذا منطق عجيب. يعني هو تحدث على أنه يعني أيضا هي نقطة، فإن يعني هذه المسألة اتفاق مرحلي يقول إلى أن يتحقق هدف مشترك ومن ثم يقرر الشعب مصيره. لا شوف، الآن إحنا نتحدث في مرحلة مهمة. هناك حالة انقلاب، حالة الانقلاب التي في إذا لم تحسم المعركة مع الانقلاب في صنعاء لن تكون هناك لا شرعية ولا انتقالي ولا غيرها من المسميات، لأنه المشهد سوف يزداد تعقيدا. ستكون هناك مشهد ميليشياوي يطغى على اليمن بأكمله. هو قال كلام سليم، أنه هدفنا الوصول إلى إنهاء حالة الانقلاب ثم الوصول إلى تسوية سياسية، إما أن تكون هناك بعد ذلك التقرير مصير، الاستفتاء على الدستور، كل هذه الخيارات تكون بعد ذلك متاحة. ولكن أننا نعطل الآن كل العمل الحكومي، نعطل تسليم المرتبات، نعطل تقديم الخدمات، ونعطل حالة الحرب الأساسية مع جماعة الحوثي بسبب انتظار أنه ستكون لنا لحظة معينة للانقضاض على باقي المناطق الجنوبية. أعتقد يعني أولا هو يحاول أنه يقفز على الواقع. أصلا هم لو كانوا تمكنوا في أكتوبر وسبتمبر من العام الماضي أنهم يسيطروا على الأرض الجنوبية كانوا قاموا بذلك، ولكنهم فشلوا في ذلك ثم تحولت الأنظار إلى اتفاق الرياض. نحن نقول بشكل واضح، الوضع الطبيعي للمجلس الانتقالي أن يكون مكون سياسي ضمن الشرعية،
وبعد ذلك عندما نذهب بعد الانتهاء من الانقلاب نذهب إلى تسوية حقيقية تضمن للجميع التمثيل. هذا هو المنطق الذي يجب أن يسود. بالحديث عن اتفاق الرياض، دعنا نشرك معنا في هذا الحوار سيد فتحي بن الأزرق، رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، الذي انضم لنا عبر الهاتف. وأحب بك سيد بن الأزرق. إذن قرابة عامين على اتفاق ستوكهولم، عام أو سنة على اتفاق الرياض دون أي تقدم واضح ملموس وكبير، أين الخلل برأيك؟ مساء الخير لك ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة، والتحية لضيفيك الكريم. حقيقة اليمن هي بحاجة أساسا لاتفاق شامل ونهائي ينهي الحرب. الاتفاقات الفرعية ستظل اتفاقات فرعية لا جدوى لها، طالما ظلت الحرب دائرة وطالما ظل الصراع دائرا سينتج لنا هذا الصراع اليوم أو غدا حالة من الصراع، سواء كانت داخل عدن أو داخل مأرب أو داخل تعز أو داخل المقلة أو داخل المهرة. إذا الرياض هو اتفاق فرعي للمشكلة الأساسية في اليمن، والتي هي الحرب مع السعوديين. نحن بحاجة أن تتوحد الجهود لإنهاء الحرب الأساسية، الحرب الكبرى. في حال ما انتهت الحرب الكبرى نستطيع أن نضم في إطار التسوية السياسية الشاملة كافة الخلافات. لكن بالعودة إلى موضوع اتفاق الرياض، نحن اليوم نحتفل أو بالأمس احتفلنا بمرور عام على توقيع الاتفاق، وحتى اليوم للأسف الشديد لم يطبق الاتفاق بشكل صحيح ولم يطبق الاتفاق في جزئية. ما مرض ذلك؟ هل يعني هنا كثيرون، يعني كما يحمل اليمنيون كثيرون مسألة الأمم المتحدة لعدم تطبيق الاتفاقات، هل تتحمل الرياض باعتبارها الضامن يعني الاتفاق تم فيها وبضمانتها التأخير أمام اليمنيين على الأقل، التأخير فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق؟ الرياض هي دولة رعت الاتفاق وحثت الأطراف على تنفيذ الاتفاق، لكن في الأخير الأطراف الموقعة على الاتفاق وممثلة بالملك الانتقالي والحكومة الشرعية هي الأطراف المخولة والملامة أساسا على تنفيذ الاتفاق. هناك حالة من الصراع السياسية والأمنية والعسكرية في المحافظات المحررة وتحديدا المحافظات الجنوبية. حالة الصراع الحالي لا تتصل أساسا بالأطراف المشاركة في الصراع، وإنما هي أطراف وكيلة لأطراف خارجية. بالتالي نحن أمام مشكلة أكبر، أمام صراع أكبر، أمام أجندة أكبر. حالة الصراع ليست يمنية، في الأخير لا يوجد أي خلاف حقيقي بين ميسري وإدريس الزبيدي أو بين قوى الحزام الأمني وقوى آلية الجيش. لا يوجد خلاف حقيقي فيما يخص الأفراد أو القوى الجنوبية المتصارعة. الخلاف هو خلاف أعمق بين قوى أكبر، بين أطراف دولية مختلفة تتصارع. بالتالي حتى وإن أبرم الاتفاق، حتى وإن تم الاتفاق على بنود كثيرة، على قضايا كثيرة، ما لم يتم حسم الخلاف الأساسي بين الأطراف الدولية المتصارعة داخل الملف اليمني، الصراع سيظل وسيأخذ مناحي مختلفة وسيكون له أشكال متعددة. نحن أمام على من الصراع لا تتصل باليمنيين أساسا، ربما الصراع الأكبر. إلى من تشير سيد بن الأزرق؟ يهمني كثيرا أن نعرف لمن تشير. الدولية. الأمور واضحة ولا تحتاج حتى الإصلاح، لكن حالة الصراع فعلا هي دولية داخل المحافظات المحررة. بالتالي في حال ما أردنا أن ننفذ اتفاق الرياض بشكل حقيقي وبشكل صائب وبشكل سليم تنظيم عن الحياة في المناطق المحررة، نحن بحاجة لخفض حالة التوتر بين الأطراف الدولية. الأطراف المحلية على الأرض هي أطراف وكيلة من الأطراف الدولية. نحن بحاجة لتخفيض حالة التوتر وحالة الصراع بين الأطراف الكبيرة، بين اللاعبين الكبار. في حال ما خفضت حالة التوتر سنجد أن كل الأطراف التي اليوم تتذرع وتتحدث عن مشاكل وعن إخفاقات وعن غياب التزامات سنجدها جالسة على طاولة اتفاق واحدة وتوقع الاتفاق. أنا شخصيا أتمنى أن ينفذ الاتفاق خلال الفترة القادمة، خاصة مع تشكيل الحكومة. أنا أرى أن الحكومة تعود إلى عدن وتمارس مهامها، وأن يتم دمج الوحدات الأمنية والعسكرية، وأن يكون هناك التزام حقيقي من الأطراف وخصوصا المجلس الانتقالي فيما يخص تنفيذ الاتفاق. أنت أشرت إلى الفاعلين الدوليين، لكن هناك فاعل محلي يبدو أنه مجمع عليه بشكل أو بآخر من قبل، يعني وإن كان هناك انتقادات من قبل المجلس الانتقالي في بعض الأحيان للرئيس هادي، لكنهم على الأقل في بعض الأحيان أيضا يتحدثون على شرعية عبد الرب منصور هادي في وقت آخر.
فيما يتعلق بالرئيس هادي، إلى أي مدى هو جاد فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق الرياض؟ الشرعية وتحديدا الرئيس هادي للأمانة أثبت أكثر من مرة خلال السنوات الماضية أنه ربما يقبل بالجميع ويحتضن الجميع. الرئيس هادي منح هذه القوات التي تمردت عليه المناصب والألوية العسكرية ومنح مساحة كبيرة للتحرك. كان يملك الرئيس هادي منذ اللحظة الأولى لانتهاء الحركة أبدا أن يرفض أي تشكيلات خارج إطار الدولة، أن يشكل يرفض تشكيل الانسجام الأمني وغيره من الألوية، أن يرفض منح القيادات التي شاركت في الحرب المناصب. لكن هذه تحسب للرئيس هادي، الرئيس هادي منح كل هذه الأطراف حق المشاركة، حق التنفيذ السياسي والأمني والعسكري، لكن للأسف الشديد استغلت هذه الميزة أو هذا التعاطي الإيجابي من قبل الرئيس هادي بصورة سلبية، وانقلبت القوات التي منحها الرئيس هادي فرصة الحضور، فرصة المشاركة على الأرض في المحافظات المحررة. بالتالي الشرعية هي ستظل أولا وأخيرا، وهذا أمر يدركه حتى الأطراف المتمردة على الشهادي والأطراف الداعمة لها، تدرك جميعها بأنه لا شرعية في اليمن حاليا إلا شرعية الرئيس هادي وشرعية الحكومة الشرعية، ولا يمكن لأي طرف أن يشكل أي امتداد أي حالة تمرد مشابهة للحوثي. الحوثي اليوم يدخل في العام السادس وهو لم يجد أي اعتراف دولي، وبالتالي العالم لن يعترف بأي شرعية أخرى حتى تخرج اليمن من أزمتها وتذهب إلى تسوية سياسية شاملة تفضي إلى شرعية جديدة، إلى حكومة جديدة، إلى رئيس جديد، إلى برلمان منتخب، إلى ربما إلى سلطات تشريعية متعددة. هذه الأشياء لن تحدث إلا متى ما توسط اليمنيون بشكل عام إلى تسوية سياسية تنهي الحرب، ودون ذلك تظل الحكومة الشرعية هي المواطن الحقيقي، تظل سلطة الرئيس هذه هي السلطة الحقيقية في البلاد. يدرك حتى يدرك قادة الانقلاب في عدن أو قادة الانقلاب في صنعاء أن لا سلطة إلا سلطة الحكومة الشرعية، بالتالي هم يحاولوا أن يدخلوا في إطار الاتفاق السياسي، لكن هذا شيء جميل أن يدخلوا داخل الإطار السياسي داخل عبر اتفاق الرياض، لكن يجب أن تكون هناك نية حقيقية وجادة لتنفيذ الاتفاق، لأنه دون تنفيذ الاتفاق الشرعية الأسرية لم تستطيع أن تمارس مهامها من عدن أو من المحافظات المحررة الأخرى، وبالتالي أيضا هم لن يستطيعوا إقامة أي دولة أو مؤسسات سيادية أو أمنية أو عسكرية. بالتالي كل طرف مطلوب منه أن يمارس حالة من التنازلات السياسية للطرف الآخر لكي ينفذ الاتفاق. في الأخير الشرعية كاسبة من الاتفاق، والمجلس الانتقالي كاسب من الاتفاق. في الأخير المجلس الانتقالي سيتحصل على وزارات، وضحت النقطة، جزء من جزء الدولة، أشياء كثيرة هي مهمة يجب أن تنفذ خلال الفترة القادمة. شكرا لك سيد فتحي بالأزرق، رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، كنت معنا عبر الهاتف. العودة إليك سيد منصور صالح، أنت كنت تحدثت تقريبا يوم السبت فيما يتعلق ب أن هناك خلال الأسبوع القادم سيعود مدير الأمن إلى عدن ويستلم مهامه. كيف يعني هي الأمور فيما يتعلق باتفاق الرياض من منظورك ومن خلال المعلومات التي لديك خلال الأيام القادمة سيد منصور صالح؟ بالنسبة للمجلس الانتقالي الجنوبي لم يعد أي شيء يتعلق أو أي ارتباطات تؤخر إعلان الحكومة من جهة المجلس الانتقالي الجنوبي. هو كما قلنا تعاطى بإيجابية منذ البدء، قدم مرشحيه، لم يكن هناك أي تنافس ما بين قيادة المجلس على شغل الحقائب الوزارية، قدم الأسماء بالوقت المطلوب وحسمت أمر الحقائب الممنوحة للمجلس وهي خمس، بالإضافة إلى الحقيبة السادسة وهي التي منحت بالتفاهم ما بين الحزب الاشتراكي اليمني والمجلس الانتقالي الجنوبي. إذا لم تعد بالنسبة للمجلس الإشكالية الآن هي تكمن في محاولات التعطيل، كانت في البدء ما بين الأجنحة المتصارعة في المؤتمر الشعبي العام ومحاولة جناح أحمد عبيد بن زغر، جناح الشرعية الموالي للإصلاح أحمد عبيد بن زغر ورشاد العليمي، محاولة طرد مرشحين المؤتمر، ثم دار صراع. يعني هؤلاء ليس لدينا ضيوف منهم لنستوضح أكثر. أنت قلت لي بنفسك يوم السبت، أنت قلت لي بنفسك يوم السبت مدير الأمن سيستعد أو سيستلم مهامه خلال الأسبوع القادم، يعني سيبدأ الأسبوع القادم بعد غد.
لا هو كان كما تحدثنا انه هناك ترتيبات من الاشقاء في التحالف لان يعود مدير الامن شلال شايع والمدير الحالي المعين اللواء الحامدي الى عدن لاجراء عمليه الاستلام والتسليم. اذا لم يعد هناك اشكاليه او هناك اي عمليه تتعلق او ممانعه من قبل مدير الامن السابق اللواء شلال ولا اللواء الحامدي. هما جاهزين للتسليم والاستلام. المساله ترتبط بترتيبات فنيه من قبل الاشقاء في التحالف، وما ان يكمل الاشقاء ترتيباتهم يمكن ان يكون خلال الاسبوع القادم بحسب ما كان محدد في الايام الماضيه. شكرا. نحن اقول فقط كنت انا اتحدث بانه الان التعطيل الحالي بالنسبه لاعلان الحكومه هو من جهه حزب الإصلاح الذي بحسب ما وصلنا من معلومات بأنه إلى الآن يمتنع عن تقديم مرشحه ويحاول التلاعب حتى بحصة حزب المؤتمر الشعبي العام والدفع بعناصر. وضحت النقطة، وإن كان ليس هناك ممثلين لحزب الإصلاح والمؤتمر وبقية المكونات الآن في هذه الحلقة للرد على ما تفضلت به. أشكرك سيد منصور صالح نائب رئيس الدائرة الإعلامية للمجلس الانتقالي، كنت معنا بالهاتف من القاهرة. بالعودة إليك سيد البراء شيبان، كيف هي يعني الصورة لديك فيما يتعلق بالأيام المقبلة في ناحية تنفيذ اتفاق الرياض؟ طبعا نحن نأمل، يعني نحن نأمل أنه فعلا مثل ما ذكر الأخ منصور أنها يعني يتم استكمال الشق الأمني، خصوصا أن هذا ذكر الآن لا نتحدث على فقط اتفاق الرياض، على آلية تسريع اتفاق الرياض أنهم سيعودوا إلى عدن وسيتم الاستلام والتسليم من قبل مدير الأمن السابق ومدير الأمن الحالي. هذه الأمور أنا أعتقد أنها الآن تأتي في الأولوية، وإذا كان مثل ما يقول أن المشكلة هي فقط في حزب الإصلاح وحزب المؤتمر وعدم تسميتهم، فإذا فليمضوا بالشق الذي هو مثل ما منصوص عليه في اتفاق في آلية التسريع في 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 اتفاق الرياض، ويكشفوا ويضعوا المسألة أمام الرأي العام، واللي يكون الرأي العام هو الحاكم أن هذه الأحزاب فعلا معطلة لاتفاق الرياض. أنا من وجهة نظري الإشكالية والنقطة التي دخل فيها المجلس الانتقالي للأسف منذ البداية هو أنه وصل إلى نفس المطب الذي دخلته جماعة الحوثي. هم وصلوا إلى حالة تمرد لا يريدوا أن يتراجعوا عنها، ولا يريدوا أن يتقدموا خطوة إلى الأمام. وبالتالي الحالة الحالية التي هم فيها لا يستطيع أحد أن يعترف فيهم كسلطة موجودة داخل 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 عدن، وهم بنفس الوقت لا يريدوا أن يقدموا تنازل عن التمرد الذي قاموا فيه داخل عدن. التمرد الذي قاموا فيه مرة أخرى، لا توجد دولة من الدول الراعية للعملية الانتقالية في اليمن إلا أدانت المجلس الانتقالي بشكل مباشر وصريح، ولذلك نحن دعيناهم أن يعودوا خطوة إلى الوراء وتعود وتتضافر كل الجهود للعودة إلى المسار الطبيعي، وهو المسار الذي كان ينبغي عليه أن تكون عليه الأمور منذ البداية. ومثل ما ذكر ضيفك الأخ فتحي، المجلس الانتقالي حصل ما لم يكن يحلم أن يحصل فيه في أي اتفاق بعد تحرير محافظة عدن. حصل على المحافظين، حصل على مدراء الأمن، حصل على تعيين وكلاء المحافظين، وكلاء الوزارات، وزراء، ومع ذلك تمردوا. تخيل أنت يعني يكون الرئيس. طيب ما مسؤولية التحالف هنا بدقيقة سيد شيبان؟ بنصف دقيقة. التحالف مسؤول بشكل مباشر، لأنه الآن حتى على المستوى المجتمع الدولي يحمل التحالف مسؤولية مباشرة لهذا التعطيل وهذا التأخير في مسألة عودة الحكومة إلى داخل الأراضي اليمنية. وأنا من هنا أناشد بصدق الأشقاء في التحالف أن الإيرانيين اليوم فرحين بتعطيل هذا الاتفاق. جماعة الحوثي هي الطرف الوحيد التي أدانت اتفاق الرياض، وهي الوحيدة المستفيدة من تعطيل هذا الاتفاق. مصلحة اليمنيين والمصلحة المشتركة لليمن مع التحالف هي المضي بهذا الاتفاق بشكل جاد وعاجل وعدم التأخير فيه. شكرا على تواجدك معنا سيد البراء شيبان الكاتب والباحث، كنت معنا عبر السكايب من لندن. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.